بدكن تعرفوا المستور وشو مخبالكم بكرة؟ اتصال واحد مع مخيل كوسا وبتكتشفوا كل الحقائق بالفلك على الخط. مرحبا، في معي سميرة على الهواء. ألو؟ كيف عرف؟ ألو؟ ألو؟ صباح الخير استاذ مخيل كوسا. ليك بدي عزبك يعني ما تصغر، أنا عندي ابني يقبرني، يعني بدي إياك تشوف لي إذا في شي عروس عالطريق، يعني تشوف إذا بشتري الفستان من هلأ ولا بأجلها، يعني بتعرف هلأ أوكازيونيت وهيك. أعطيني تاريخ وساعة الولادة. هو مواليد 18 شباط 76، خلق الساعة 11 بالليل. خليني فوت بالكوسموس تقلقت الزبزبات. فإذن ابنك من مواليد برج الدلو، وهالسنة في عنده عطارد ببرجه، يعني من بعد صعوبة قطع فيها هيديك السنة وابتداء من هالشهر صار على شط الأمان، وفي ارتباط بنسبة 30-35%. بس ان شاء الله تكون لبنانية، ما يقوم يجيب ليها من لندن، لان هو يعني خلقان بلندن. خلق بلندن؟ ليه ما خبرتيني قبل؟ ليه عفوا، يعني على ساعة لبنان اذا زدنا ساعتين بيكون ابنك خلق الساعة واحدة بعد نص ليل بتاريخ 19 شباط. لازم فوت على الكوسموس عن جديد هلا. ابنك طلع برجه برج الحوت مش برج الدلو. ايه ما تأخذني، يعني ما فهمت انه دلو ولا حوت. يعني ابنك بلبنان برجه برج الحوت وبلندن برج الدلو. ايه وبرج الحوت نتيجته افضل؟ برج الحوت؟ ابدا ما في ارتباط ببرج الحوت. معقول يعني اذا شي يجيب شي بوبي يعني او شي هيك؟ ايه فاذن شو يعني؟ فاذن لازم يسافر على لندن. ايديك استاذ مخيل كوسا. هلا بحكي يحجز تيكت باسرع وقت ممكن، ما بدنا نروح الاكازيونات. يا اهلا مدام. مشاهدينا، اذا ما علق معكم الخط اليوم بذكركم انه كل الاجوبه موجوده بكتابي البركان المفجوع، وفيكم تعرفوا شو مخبالكم الغيب عن حياتكم العاطفيه الاقتصاديه، وحتى في شابيتر مخصص لشو معقول تطبخوا كل يوم. كان معكم مخيل كوسا من إذاعة بيروت بلس تي في.